الدوائر الكهربائية دي مبنية عندي من مجموعة من اللوجيكال جيتس، اللي هي الاند والاور كل الجيتس اللي عندي دي انا اقدر ابني بيها اي سيركت عندي او اي لوجيكال سيركت عندي. تمام. برضو بالنسبة للكوانتم كمبيوتر، فالكوانتم كمبيوتر مبني عندي برضو من مجموعة من الكوانتم سيركتس. الكوانتم سيركتس عندي مبنية من مجموعة من الجيتس اللي هي الكوانتم جيتس، ودي احنا هنتكلم عنها بقى النهاردة. هكلمكم وهعرفكم عن الكوانتم جيتس المختلفة، وان شاء الله خلال السكول بقى هناخد ابليكيشنز على الجيتس دي او سيركتس بقى معينة بتستخدم الجيتس دي واهميتها، وازاي ان انا اقدر اعمل اوبتمايزيشن للكوانتم سيركتس. تمام، بالظبط زي لما احنا بنشتغل على الكلاسيكال سيستم. فالكوانتم جيت عندي بعمل فيه ايه؟ بدخل له الستيت بتاعتي. تمام، الجيت عندي بيعمل عليها مجموعة من الاوبريشن وبيغير لي، بيطلع لي الاوتبوت بالستيت بتاعتي. انا الجيت عندي ممكن امثله باستخدام الديراكت نوتيشن. تمام، بالشكل ده، بحيث ان انا بحط هنا الانبوت بتاعي وبريبريزنت هنا الاوتبوت اللي هيطلع. يعني لو دخل له مثلا، خلينا نشوف كده كاكزامبل، عندي مثلا سي جيت اسمه اكس. المفروض جيت اللي اسمه اكس ده اللي هو بيشتغل زي فكرة النوت اللي احنا عندنا في الكلاسيكال. النوت بيعمل ايه؟ لما هو بيعمل ريفرس للستيت، بحيث ان هي لو دخل له الستيت 0 بيحولها للستيت 1، ولو دخلوا الستيت 1 بيحولها للستيت 0، ولو دخلوا الستيت 0 بيحولها للستيت 1. طب خلينا نشوف هو ازاي. فالكيس دي بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها لو انا بكتبه بالشكل ده، الشكل ده اسمه الاوتر برودكت. فخلينا نشوف لو انا عندي ستيت اللي هي في ساي، والستيت دي كانت الستيت 0، الستيت دي طبقت عليها الجيت اكس. فانا عندي الجيت اكس اللي هو اللي كتبته دي الشكل بتاعه، وطبقت عليه ادي الستيت 0. ايه اللي هيحصل؟ بما ان عندي براكت فهوزع الستيت 0 على الاديشن، فهتبقى عندي عامله بالشكل ده، ان هيبقى عندي هنا 0 وهنا 1 0 وهنا بلس 1 0 0. الصوره دي او الشكل ده بيبقى اسمه الانر برودكت. طيب في الانر برودكت، لما انا يبقى عندي انر برودكت زي ده، بيطلع لي المفروض السكيلر فاليو. طب ازاي انا بيطلع لي السكيلر فاليو؟ انا لو حاجه كده ابص على، لو انا عندي ستيت او دراك نوتيشن بالشكل ده كده، دي بيبقى اسمها البرو. تمام، دي انا بمثلها على شكل ايه؟ على شكل رو فيكتور. تمام، فلو انا عندي مثلا 0 فبيبقى هنا ادي 1 0. لو انا عندي الستيت على شكل الكيت بالشكل ده كده، فدي انا اقدر امثلها على شكل فيكتور عندي باستخدام الايه؟ الكولوم فيكتور اللي هو هنا ال1 وال0. نفس الكلام لو انا بدل ما عندي 0 عندي 1، فلو انا عندي البرو بالشكل ده هنا مثلا بدل ال0 1، فهتبقى ايكوال الرو فيكتور اللي عندي اللي هو 0 1. لو انا عندي هنا الكيت عندي من ستيت 1، فهتبقى عندي الكولوم فيكتور اللي هو 0 1. طيب تمام، خلينا نرجع تاني للستيت بتاعتي اللي هي كانت هنا 0 0 0 0. فانا عندي ادي دي هي عبارة عن ايه؟ لما اصلا هي الانر برودكت هي عبارة عن، لو انا عندي 0 0 المفروض اللي هي البرو دوت الكيت. بس انا ممكن فور سمبلستي كده وانا بكتبها اكتبها بالشكل ده على طول، اشيل الدوت واكتب داش واحدة بس. طيب احنا قلنا البروبر ريبريزنتها على شكل ايه؟ على شكل الرو فيكتور عندي اللي هو هنا 1 و0، والكيت قدرت ان انا ريبريزنتها عن طريق الكولوم فيكتور. هعمل فيكتورز بقى مالتيبليكيشن عادي، فهنا الرو مالتيبلاي باي الكولوم فهيديني هنا 1. نفس الحكايه هنا لو عندي 1 و0
فال1 عملتها ريبريزنتيشن باستخدام 0 1، وال0 هو عباره عن 1 0، عملت منهم مالتيبليكيشن فادتني السكيلر فاليو اللي هو 0. طب نرجع تاني بقى للايكويشن بتاعتنا. انا هنا ال1 وال0 مدتني 0، وال0 وال0 ادتني 1، فانا دلوقتي عندي اي 0 اي ستيت ضربتها في ال0 فهتبقى عندي 0 خلاص. اما الستيت دي لما هضربها في السكيلر فاليو 1 فهتتفضل عندي الستيت 1، فانا كده حصلت على الستيت 1. وده فعلا اللي هو حصل، ان هو لو انا جيت بصيت عليه لما انا بدخل له 0 بيديني اوتبوت 1، فده فعلا لما انا طبقت الجيت بتاعتي على الستيت 0 ادتني الاوتبوت ستيت عندي 1. تمام. خلينا نشوف كده لو حد عنده سؤال. خلينا نشوف كده، كان ماجد عنده سؤال. حد عنده سؤال يا جماعة؟ الدنيا تمام؟ سامعني؟ سامعني كده دكتور. استاذ فادي اتفضل، تقدر تفتح المايك. فادي معانا؟ طيب في حد تاني؟ طيب لا والله ما فيش. طيب اوكي، طب يا ريت الناس اللي هي مش ما عندهاش سؤال ممكن نعمل الو. الو، ايوه ايوه الصوت ظهر. تمام، اتفضل حضرتك. تمام، كنت عايز اسال حضرتك، هو بالنسبه للبلوك سفير انا الريبريزنتيشن بتاع الفيكتورز دي بعتبر ان انا مثلا الزيرو فيكتور وال1 فيكتور، واللي هو الكوفيشنز بتاعتهم دي عباره عن اويلر انجلز، صح؟ على حسب ما ايوه، على الانجلز بتاعتي هي الستيت على حسب البوزيشن عنده. بالنسبه هو اصلا البلوك سفير بتبقى البوينت بتاعتها في النص وليها الثري اكسس اكس وواي وزي، وعلى حسب الانجل الموجوده بتاعتها دي بتحدد لي الامبليتيود بتاعت الزيرو نون. تمام، شكرا. اوكي نعم، تمام. هات تاني. اوكي، السلايدز كده باينة يا نورهان؟ باينة يا دكتور. تمام. طيب انا ممكن كمان الجيت عندي، احنا شفنا اول ريبريزنتيشن للجيت ان انا بستخدم الديريكت نوتيشن، تاني ريبريزنتيشن عندي للجيت ان انا اقدر اريبريزنتها على شكل ماتريكس. وخلينا نشوف كاكزامبل كده النوت جيت اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، انا كنت مستخدمه الدراج نوتيشن او الريبرزنتيشن بالشكل ده. طيب لو انا عايزه اريبرزنتها على شكل ماتريكس، فانا باجي اريبرزنت زي ما قلنا كده ان انا لو عندي الكيت للستيت 0 بتبقى اللي هي 1 و0، لو البرا هتبقى هنا بريبرزنت البرا على شكل الرو فيكتور والكيت على شكل الكولوم فيكتور. فانا لو جيت انا عندي بالشكل ده ال0 وال1 فريبريزنت هنا دي الكولوم فيكتور والرو فيكتور، لو عملت منهم مالتيبليكيشن هيديني الماتريكس دي. وادي هنا برضو ال1 عملت لها ريبريزنتيشن باستخدام الكولوم فيكتور، وال0 باستخدام الرو فيكتور، عملت منهم برضو ماتريكس مالتيبليكيشن فادتني ماتريكس. لما عملت اديشن ادتني الماتريكس بالشكل ده، فانا اقدر اريبريزنت الجيت اللي هو اسمه اكس. تمام. بطريقتين، ان انا ممكن ان انا اريبريزنت باستخدام ال براو والكيت، او ان انا استخدمه بريبريزنت بالشكل الماتريكس. لو انا هريبريزنت الماتريكس فانا ببص بقى هنا كده، لو انا عايزه ابص هنا الانبوت بتاعي ده بيديني الستيت الاوتبوت. يعني انا لو جيت هنا كده بصيت قلت هنا مثلا انا الانبوتس عندي ممكن يبقى 0 او ممكن يبقى 1،
وهنا برضو الاوتبوت عندي ممكن يبقى 0 وممكن يبقى عندي 1. فانا عندي الستيت 0 لو دخلت له 0 بيديني 1، ولو دخلت له 1 بيديني 0. يعني ده هنا كده ده الفيكتور الاوتبوت بتاعي. طيب خلينا نتكلم بقى، احنا كده كنا بنتكلم عن الجيتس بشكل عام، خلينا نتعرف بقى على الكوانتم جيتس عندي. فاحنا خلال السيشن النهارده هنتكلم عن السنجل كيوبيت جيت، التو كيوبيت جيت، والمالتيبل كيوبيت جيت. يعني ايه سنجل كيوبيت جيت؟ يعني جيت بيدخل له 1 كيوبيت وبيطلع لي 1 كيوبيت. التو كيوبيت جيت ده جيت بيدخل له 2 كيوبيت وبيطلع لي 2 كيوبيتس، والمالتيبل كيوبيت جيت بيدخله بقى اكتر من 2 هنتكلم برضو عنه. خلينا نبدا كده بالسنجل كيوبيت جيت، وعندنا اكزامبلز مختلفه زي الايدنتيتي جيت. في جيتس عندي اسمها الباولي جيت، في اللي هو باولي اكس وباولي واي وباولي زد، في الروتيشن اوبريتورز، في الهادمرد جيت، في الفيس شيفت جيت، السكوير روت نوت جيت. خلينا نتكلم عن كل واحدة كده بالتفصيل وبتعمل ايه. وخلينا نبدأ أول حاجة عن الـ Identity Gate. الـ Identity Gate من اسمه كده إن هو Identity، وأنا برمز له بالرمز I. هو ما بيعملش أي حاجة في الـ State بتاعتي، إن أنا دخلت له الـ State 0 بتطلع لي 0 زي ما هي، وده أو دخلت له الـ State 1 فبتطلع لي برضو 1 زي ما هي. أقدر أريبريزنته بالـ Matrix بتاعته بالايدنتي ماتريكس بالشكل ده، تمام؟ ان هو دكتور معلش بس السلايد مش بتتحرك، السلايد مش باينه؟ لا يعني باينه بس واقفه على الاكزامبل الاخير بتاع الاكس جيت. طب كده بانت؟ اه كده تمام يا دكتور، حضرتك واقفة على الايدنتيتي جيت. اي تمام اوكي شكرا يا رهيب. خلاص طيب انا دلوقتي عندي زي ما قلنا كده الايدنتيتي جيت عندي هو كل حكاية ان هو ما بيعملش اي حاجة في الستيت عندي، فبتبقى لو دخلت له الستيت 0 بتبقى 0، لو دخلت له الستيت 1 بتبقى 1. واقدر ان انا امثله بالايدنتيتي ماتريكس عندي، وزي ما قلنا كده لو انا هنا كده ده الانبوت اللي هو هنا الزيرو والوان، فالزيرو هيديني الفيكتور اللي هو 1 0 اللي هو عبارة عن احنا قلنا عليه اللي هو زيرو، والوان هيديني الفيكتور 0 1 اللي هو الوان، تمام؟ فهنا الزيرو بيديني زيرو والوان بيديني 1. طيب لو انا عايزة امثلها بقى بالدراك نوتيشن، فاقدر اقول ان الاي كده لو انا دخلت لها زيرو، تمام، فهي هتديني 0، ولو انا دخلت لها 1 فهي هتديني 1، تمام. لو انا عايزه ارسمها فانا برسمها في السيركت عندي ان هي على شكل بوكس كده، بحط جواه اي معناه ان هو ايدنتيتي، تمام. ده كده الايه الايدنتيتي جيت عندي. سلايدز كده قلبت نهائل؟ اه تمام يا دكتور. اوكي خلينا نتكلم بقى على تاني جيت عندي، وهو الباولي اكس جيت، او بيبقى معروف اللي هو النوت جيت. النوت جيت هو زي اللي احنا كنا شفناه في الاكزامبل من شويه، ان هو بيعمل ايه؟ بياخد الستيت بيقلبها، لو كانت 0 بيحولها 1، ولو كانت 1 بيحولها 0، تمام. فلو انا عايزه امثله على البلوك سفير، فهو بيعمل ايه في الستيت عندي؟ اي بوينت عندي بيعمل لها روتيشن على الاكس اكسس، تمام. فعلشان كده هو اي بوينت عندي بيقلب الايه الفاليوز بتاعتها. لما انا باجي ارسم النوت جيت، اقدر ان انا برسمه بشكل دايره بشكل ده، يعني انا عندي هنا السيركت بتاعتي فانا برسمه بشكل دايره، وده هو مثلا ده الانبوت بتاعي وده هنا كده الاوت،
تمام. اقدر اقول كده ان انا لو انا عايزه اكتبه بال ان هو هنا موضح لي انا يعني اطبق الجيت اكس على الزيرو واداني 1، وهنا اطبق الجيت اكس على ال1 واداني 0. لو عايزه اريبريزنته بشكل ماتريكس فانا عندي ادي الانبوت ادي الزيرو وادي ال1. الزيرو اداني الفيكتور 0 1 اللي هو ال1، وال1 اداني الفيكتور 1 0 اللي هو الزيرو. تمام. لو عايزه اعمل لها ريبريزنتيشن باستخدام الديراكت نوتيشن فاقدر اقول ان الاكس بتساوي عندي زي لما احنا كنا لسه كاتبينها من شويه، ان هي لو دخل لها الزيرو تمام هتديني 1، ولو دخل لها ال1 هتديني 0. تمام كده. حد عنده سؤال؟ خلينا نتكلم على النوع التاني وهو الباولي واي جيت. الباولي واي جيت لو انا عايزه بقى ابص عليه فهو بيعمل ايه؟ بيعمل روتيشن، من اسمه كده الباولي واي جيت، فهو بيعمل على البلوكس في الستيت بتاعتي بيعمل لها روتيشن اراوند الواي اكسس. طيب لما انا اعمل روتيشن على الواي اكسس ايه اللي هيحصل او ايه الاكت اللي هيحصل؟ الاكت اللي هيحصل ان هو الزيرو هيحولها برضو الستيت 1، بس هيخليها هيحط معاها اللي هو الاي او هيحولها الكومبلكس نمبر، وال1 هيحولها برضو لزيرو معاها النيجاتيف اي اللي هو الكومبلكس نمبر. فهنا كده بياخد الزيرو بيحولها لاي 1 وال1 بيحولها لنيجاتيف اي 0. تمام. لو انا عايزه اريبريزنت بشكل الماتريكس بتاعتي فانا اقدر اريبريزنت الواي بشكل الماتريكس دي، فادي الزيرو اهي فادتني الستيت اللي هي 0 اي اللي هي عباره عن ال1 ومعاها اللي هي الكومبلكس نمبر اي، وال1 هتديني الفيكتور ماينس اي و0 اللي هو هيديني اللي هو ماينس اي الستيت 0. تمام. وازاي بقى برسمها في السيركت بتاعتي؟ برسم زي بوكس كده واكتب جواه واي، وادي الستيت اللي دخلت اهي، لو دخلها الستيت 0 بتديني اي 1، ولو دخلها الستيت 1 بتديني اي نيجاتيف اي 0. طيب عندي بقى الجيت الثانيه اللي هي الباولي زيت جيت، والباولي زي جيت من اسمه كده زي ما احنا قلنا كده، الباولي اكس كانت بتعمل روتيشن على الاكس اكسس، الباولي واي بيعمل روتيشن على الواي اكسس، الباولي زد بتعمل روتيشن على الزد اكسس. طيب لما انا اعمل روتيشن بقى ده اللي هنا كده ده المفروض الزد اكسس، لما انا اعمل روتيشن على الزد اكسس بالشكل ده كده ده هيأفكت عندي ازاي؟ ده هيخلي الستيت 0 unchanged، لكن الستيت 1 هيعمل لها ايه؟ هيغير الإشارة بتاعتها، يعني هيخليها لو كانت هي الإشارة بتاعتها negative هيخليها positive، لو الإشارة بتاعتها positive هيخليها negative. تمام؟ فأدي هنا لو داخل لها مثلا السوبر بوزيشن ده فهي هتديني أدي الزيرو هتفضل زيرو زي ما هو، أما ال 1 هيبقى negative 1. تمام؟ وأنا لو حبيت برضو أريبريزنتها على شكل ماتريكس فادي هنا الستيت 0 عندي ده هنا كده الستيت 0 اللي هي هنا 0 1، والستيت 1 ادتني الفيكتور 0 ونيجاتيف 1 اللي هو النيجاتيف 1. فضلت الستيت 0 زي ما هي، الستيت 1 بس غير الاشاره قبليها خليها نيجاتيف. طيب عندي بعد كده خلينا قبل ما ننتقل لبقيه الجيتس كده نشوف لو حد رفع ايده. حد عنده سؤال؟ مفيش حد رفع ايده. هنتكلم بقى عن الروتيشن اوبريتورز.
فكرة في حاجة اسمها روتيشن اوبريتورز، والروتيشن اوبريتورز دول بيبقى عبارة ان انا عملت ايه، لما انا بعمل اكسبوننشيشن للباولي جيت، سواء الباولي اكس او الباولي واي او الباولي زد، بيديني روتيشن اوبريتورز. مهمة جدا الروتيشن اوبريتورز، لان انا ممكن استخدمهم ان انا اعمل ديكومبوزيشن للاذر جيتس، يعني ممكن اريبريزنت الجيتس التانية عبارة عن كومباينيشن من الجيتس دي. فاقدر ان انا لو انا عملت اكسبوننشيشن للباولي جيتس عندي، ان انا عملتها اي سيتا اي، وبحيث ان الاي دي هي الباولي ماتريكس او الباولي جيت عندي، ده بيديني كوساين سيتا الاي، بحيث الاي دي الايدنتيتي جيت بتاعي، بلس اي ساين سيتا الاي، والاي دي اللي هي قلنا الباولي، واحده من الباولي ماتريكس. فلو انا عملت مثلا اكسبوننشيشن للباولي اكس جيت، فانا اقدر اريبريزنت بقى، بيديني الماتريكس اللي هو بيديني الروتيشن اوبريتور اللي هو ار اكس، بيديني الماتريكس كوساين سيتا على 2 ماينس اي ساين سيتا على 2، وهنا ماينس اي سيتا على 2 وكوساين سيتا على 2. ده بيعمل ايه الروتيشن اوبريتور ده؟ بيفورم عن طريق ان انا بعمل اكسبوننشيشن للباولي اكس جيت. عم استخدمت بقى، عملت اكسبونشيشن للباولي واي جيت، فده بيديني الماتريكس بالشكل ده اللي هي كوساين سيتا على 2 ماينس ساين سيتا على 2 ساين سيتا على 2 وكوساين سيتا على 2. اما لو انا عملت اكسبونشيشن، بيديني الماتريكس اللي هي اكسبونشيشن لماينس اي سيتا على 2 وزيرو، وهنا زيرو والاي اي سيتا على 2. هنشوف اهميتهم لما نيجي بقى نعمل ديكومبوزيشن، وهلاقي ان الماتريسيز دي اقدر ان انا استخدمها علشان خاطر ان انا اريبريزنت اي جيت عندي باستخدام في السيركت عندي. طيب خلينا نتكلم بقى على الهادمرد جيت، والهادمرد جيت ده يعتبر من الجيتس المهمه جدا في الكوانتم، لان هو ده الجيت اللي بيحولني للسوبر بوزيشن. يعني انا دلوقتي عندي كوانتم سيركت دخلت لها مثلا ستيت 0، طب انا عايزه احوله للستيت عندي لسوبر بوزيشن، فهو الهادمرد جيت ده هو اللي بيحول عندي الستيت للسوبر بوزيشن. هو اصلا بيعمل ايه الهادمرد جيت ده؟ هو بيعمل روتيشن على تو اكسس، على الاكس وعلى الزد اكسس في البلوك سفير عندي. فهو اول حاجه بيبص على بياخد الواي اكسس وبيعمل عليها روتيشن باي اوفر 2. بعد ما بيعمل روتيشن على الواي اكسس، بياخد الاكس اكسس وبيعمل عليها روتيشن باي. تمام، فالتو روتيشنز اللي هو عملهم ده، دي اللي هي ايه الافكت بتاعته على البلوك سفير، ودي بتحولي الستيت لسوبر بوزيشن. يعني مثلا لو انا كنت مدخلاله الستيت 0 وطبقت عليها طبقتها على الهادمرد جيت بتاعي، فده هيديني بقى السوبر بوزيشن بتاعي اللي هي 0 بلس 1. ان هي وطبعا بحط الامبليتيود بتاعتي، هو هنا الهادمرد جيت بيخلي الامبليتيود بتاعتي بتبقى ايكوال، فعلشان كده بيبقوا هما الاثنين 1 اوفر السكوير روت اوف 2. تمام، طيب لو انا دخلت لها الستيت 0، دخلت على الهادمرد جيت عندي، سوري، لو دخلت الستيت 1 على الهادمرد جيت عندي، ايه اللي هيحصل؟ فهو بيديني برضو السوبر بوزيشن اللي هو زيرو، بس بدل بيغير الساين بتاعة الوان بيخليها نيجاتيف. تمام، وبرضو الامبليتيود عندي بتبقى ايكوال. طبعا الهادمرد جيت ده بقى هنشوف عليه ابلكيشنز كتيره خلال السكول عندنا، هنلاقي فيه حاجات الجوريزمز كتيره بتعتمد على الهادمرد جيت. تمام، الهادمرد جيت ده لو انا عايزه اريبريزنته بشكل ماتريكس، فهو بما ان هو بيديني السوبر بوزيشن، فهو بيديني الفيكتور هنا، لو جيت بصيت الماتريكس هي لو اداني 0 فهيديني الاوتبوت بتاعي هيبقى
1 1 لانه بيديني الستيت 0 والستيت 1، ولو كان الانبوت عندي 1 فهو بيديني 1 وماينس 1 عشان هو بيديني برضه السوبر بوزيشن 0 1 بس بيعمل ماينس ساين قبل الايه الستيت 1. عندنا كمان جيت تاني اسمه الفيس شيفت. الفيس شيفت ده بيعمل ايه؟ الفيس شيفت ده فكرته ان هو بيعمل روتيشن باي اوفر 2 على الاراوند الايه الزد اكسس الستيت بتاعتي. فهو كل الحكايه ان انا لما بدخل له الزيرو بيليف الزيرو اون تشينج، لكن لما بدخل له ال1 بيحوله لكومبلكس نمبر وبيحط قبليه الاي قبل عند الامبليتيود بتاعته. فده انا ريبريزنته برده بشكل الماتريكس بتاعتي، ان انا لو دخلت له برده هنا الزيرو فهي الستيت 0 فهتفضل هنا عندي ان تشينج فهيديني 1 و 0، اما لو دخلت له الستيت 1 فهيخلي الامبليتيود بتاعه ال1 هيخليها اي او كومبلكس نمبر. اخر بقى 1 كيوبيت جيت هنتكلم عنه هو السكوير روت نوت جيت باسمه الفي جيت. الفي جيت لان السكوير روت نوت جيت ده انا اقدر ان انا عندي كده، لو انا اقدر اريبريزنتو ان انا عندي 2 في جيتس مع بعض بيديني 1 نوت جيت، تمام؟ ده بيبقى ايكويفالنت ل 1 نوت جيت. فعلشان كده هو اسمه السكوير روت للنوت جيت. فالفي جيت انا اقدر اريبريزنته بالماتريكس بتاعته هي 1 بلس اي ديفايد باي 2 للماتريكس 1 وماينس اي وماينس اي 1، فدي الفي جيت. عندي الكومبلكس كونجكت ترانسبوز للفي جيت وهو الفي دجر، ممكن نرمز له برده بالرمز يو، تمام؟ الماتريكس بتاعته هي عبارة عن 1 minus ال i divided by 2 لل 1 وال i و i 1. فهو برضو ان انا عندي، لو انا عندي 2 adjacent v gate او 2 adjacent u gate فده بيديني اللي هو ال not gate. لكن بما ان ال v وال v dagger دول ال complex conjugate transpose، فانا لو انا عندي v gate adjacent u gate او u gate adjacent ل v gate فده بيديني على طول ال identity gate. لو انا طبقت النوت جيت مع الفي جيت فده بيديني الفي دجر جيت، ولو انا طبقت الفي دجر جيت مع النوت جيت فده بيديني الفي جيت. طبعا لو انا عندي اتنين نوت جيت ادجسنت لبعض ده بيديني الايدنتيتي جيت. هي اصلا من ضمن من اهم ميزه اللي هو الكوانتم جيتس ان انا لما بحط اللي هو مثلا النوت مع بعض بيديني الايدنتيتي، لو حطيت اتنين هادمارك مع بعض هيديني الايدنتيتي، فهي اللي هما يعني الجيت بيبقى هو النيجيشن بتاع نفسه، تمام؟ دي الحاجة. الرولز دي ممكن نستخدم، هنتكلم عنها بقى يعني بالتفاصيل لما نيجي نعمل بقى اوبتمايزيشن، وازاي ان انا اعمل اوبتمايزيشن واقلل في الريفرسبل سيركت اقلل الكوست عندي، وكل ده هنتكلم عنه ان شاء الله خلال السكول عندنا. طيب ازاي بقى ان انا لو عندي سنجل كيوبيت جيت ازاي ان انا اقدر اعمل له ديكومبوزيشن؟ من هنا بقى شفنا اللي هي الروتيشن اوبريتورز اللي هو الار الار زد والار واي، ان انا قدرت استخدمهم ان انا اريبريزنت اي يونيتري اوبريتور عندي ان انا اريبريزنته بالشكل ده، وبعدل بقى في الانجلز بتاعتي علشان تعمل الافكت اللي انا عايزاه. فانا اقدر اريبريزنت اي يونيتري اوبريتور عباره عن اي اي الفا للار زد بيتا والار واي جاما والار زد، تمام؟ طيب قبل ما ننتقل بقى للتو كيوبيت جيت خلينا نشوف كده لو حد عنده سؤال. حد عنده سؤال؟ طيب عندنا
التو كيوبيت جيتس هنتكلم عنهم، هنتكلم عن السي نوت جيت والسواب جيت. السي نوت جيت هي من اسمها سي نوت او الكنترول نوت جيت، انا عايزه اطبق النوت بس بكنترول، يعني انا عندي كنترولر هنا، انا المره دي هشتغل على تو كيوبيت او تو وايرز، تمام؟ فعندي واير هستخدمه ككنترولر، واير تاني هستخدمه كتارجت، بحيث ان انا هشوف الكنترولر ده هو اللي هيحدد هل انا هطبق النوت جيت على التارجت بتاعي ولا مش هطبق النوت جيت على التارجت بتاعي. انا عندي لو انا شغاله على سيستم او سيركت مكونه من تو كيوبيتس، فانا عندي دول تو بوسيبل سي نوت جيتس، تمام؟ ان يا اما الكنترولر يبقى على اول كيوبيت والتارجت تاني كيوبيت، او الكنترولر يبقى على تاني كيوبيت والتارجت على اول كيوبيت. طب خلينا نبص كده، ناخد كلوز لوك كده ونشوف هي اصلا بتشتغل ازاي او عملت الكنترول نوت عملت ايه. الكنترول نوت بتعمل ايه يا شباب؟ الكنترول نوت عندي بتيجي بيدخل لها اتنين انبوتس، تمام؟ وبتطلع لي اتنين اوتبوتس. بيدخل لها اول حاجه الفاليو بتاع الكنترولر والفاليو بتاع التارجت. لو انا جيت بصيت كده على الترو ستيبل ده الانبوت بتاعتي، ادي عندي الكنترولر والتارجت. فبتعمل ايه؟ بتيجي تقول والله لو الكنترولر عندي زيرو سيب التارجت زي ما هو. فادي هنا في الكيس اللي كان الكنترولر عندي زيرو عملت ايه؟ التارجت سابته زي ما هو، كان زيرو سابته زيرو، كان 1 سابته 1، ما عملتش فيه اي حاجه، تمام؟ طيب جه قال لي بقى لو الكنترولر عندي ب1 اقلب بقى الستيت بتاعتي. فادي هنا ده الكيس بقى اللي كانت الكنترولر عندي ب1. لو الكنترولر عندي ب1 ممكن التارجت يبقى زيرو او 1. فجه قال لي لو الكنترولر 1 التارجت لو زيرو حوله 1، ولو 1 حوله 0، تمام؟ لكن في الاوتبوت زي ما احنا شايفين كده الواير بتاع الكنترولر ما بيحصلش عليه اي افكت، يعني كان اكس 0 رجع نزل تاني اكس 0، يعني هنا كده كان الكنترولر 0 0 1 1 فرجع تاني 0 0 1 1 زي ما هو، تمام؟ لكن التارجت هو اللي ايه اللي حصل عليه الافكت، اللي هو لو كان الكنترولر ب 0 ما تعملش حاجه فخليه 0 0 وال 1 1، لو الكنترولر 1 طبق النوت جيت، والنوت جيت قلنا بيعمل ايه؟ ان هو بيعمل نيجيشن بقى او بيعمل انفرت للستيت بتاعتي، فلو كانت 0 بيحولها 1 ولو كانت 1 بيحولها 0. انا ممكن اريبريزنت او امثله بشكل الايكويشن ده، ان انا ممكن اقول ان لو انا دخلت له الستيت اكس 0 اكس 1 ده كان الانبوت بتاعي، فالاوتبوت بتاعي اكس 0 بتفضل زي ما هي، اما اكس 1 هي عباره عن الاكس اور بين الاكس 0 والاكس 1. لو انا عايزه امثلها بشكل ماتريكس فانا عندي كده ايه الديفرنت بقى انبوتس، بما اني شغاله على 2 كيوبس فالديفرنت انبوتس عندي ايه 0 0 0 1 1 0 1 1، دي كل الديفرنت بوسيبيليتيز اللي عندي. فعندي هنا كده ادي 0 0 0 1 1 0 1 1، تمام؟ فلو انا دخلت لها 0 0 هيديني الفيكتور اللي هو 1 0 0 0 اللي هو 0 0 زي ما هو. لو انا دخلت لها 0 1 هيديني برضو الفيكتور 0 1 0 0 اللي هو هيبقى 0 1 زي ما هو. لو انا دخلت لها الفيكتور 1 0 لا المره دي هيديني ايه؟ انا عندي كنترولر هنا ب 1 فهيعمل فليب فهيديني 0 0 0 1 اللي هو ال 1 1. ولو انا اديت له الفيكتور اديت له انبوت 1 1 هيديني الفيكتور اللي هو 0 0 1 0 اللي هو 1 0 زي ما احنا شفنا كده في الايه في الترو ستيبل بتاعنا. اقدر ان انا اكتبها بقى بشكل كده او بفورم كده بتاعتي، ان انا لو انا عندي اكس 0 اكس 1 وطبقت عليها الجيت ده فالكيوبيت اكس 0 هتفضل زي ما هي والكيوبيت اكس 1 هيتطبق عليها الايه الاكس اور اللي هي اكس 0 اكس اور اكس 1. لو عايزه اكتبها بقى بالدراك نوتيشن بالتفاصيل هاجي اقول هنا ادي لو البروبا لو دخل لها 0 0 هتطلع لي اوتبوت 0 0، لو دخل لها 0 1 هتطلع لي 0 1، لو دخل لها 1 1 هتطلع لي 1 0، لو دخل لها 1 0 هتطلع لي 1 1.
طيب لو انا هتكلم على السي نوت جيت اللي هي الثانيه بقى اللي انا عندي الكنترولر موجود في السكند كيوبت والتارجت موجود في الفيرست كيوبت، يبقى المره دي ايه اللي هيحصل؟ السكند كيوبت هتفضل زي ما هي، هتدخل اكس 1 ترجع اكس 1 زي ما هي، والسكند كيوبت هي اللي هتبقى متاثره. فانا المره دي الكنترولر عندي لو انا بصيت على الترو ستيبل فالكنترولر عندي هيبقى الايه السكند كيوبت. فانا هاجي ابص كده لو الكنترولر عندي بزيرو سيب التارجت زي ما هو، ادي هنا الكنترولر بزيرو ساب التارجت زي ما هو، هنا الكنترولر برده بزيرو، ال1 فضلت 1 وال0 فضل 0. طب لو الكنترولر عندي ب1 اعمل ايه؟ فليب التارجت، فادي التارجت كان 0 حوله بقى 1، وهنا التارجت كان 1 عمل له فليب وحوله بقى 0 والكنترولر نزل زي ما هو. تمام، فاقدر امثلها برده بالماتريكس بتاعتي ان انا عندي هنا ادي 0 0 وهنا 0 1 وهنا 1 0 وهنا 1 1، واقدر ان انا اقول بقى ده ال 0 0 لو دخلت بتاعي الفيكتور هيفضل اللي هو 1 0 0 0 اللي هو ايه هيفضل هيفضل ان ستيت 0 زي ما هو. لو دخلت له 0 1 لا عمل فليب المره دي اداني الفيكتور 0 0 0 1 تمام اللي هو 1 1. لو انا دخلت له 1 0 هيفضل زي ما هو هيديني الفيكتور بتاع ال 1 0، ولو انا دخلت له 1 1 هيعمل فليب فهيديني 0 1 0 0 اللي هو عباره عن ال 0 1 تمام. وده برده هنا كده الايه الدراج نوتيشن بتاعتي. خلينا نبص بقى على السواب جيت. قبل بس ما ادخل في السواب جيت حد عنده اي سؤال في السي نوت؟ هل عنده سؤال؟ ماجد عنده سؤال؟ طب اوكي في حد عنده سؤال شباب؟ طيب الناس عندها سؤال ممكن أسماء، ممكن أسماء ماجد؟ طيب اللي عنده سؤال طيب؟ هو انا مفيش حد عندي طيب ممكن تعمل لهم ممكن لو انت تعمل لهم ما يا دكتور انا مش لاقيهم عشان هم عندي مش ده لو سمحت اعتقد ده كان في مشكله امبارح فده يعني اللي هو اسمه ايه اللي هو اخره اللي هو مكتوب كامبو انفايت ده اللي كان اعتقد كان في مشكله امبارح فده لو سمحت. طيب انا بس المشكله يا دكتور ان انا مش ظاهر لي الريز هاند بتاعتهم فانا مش عارفه مين عنده سؤال. الو اسماء ما ممكن تسال ماجد ممكن تفضل الاول. ايوه انا كنت يعني نفسي بس اقول ان كل مره حضرتك بتقولي حد عنده سؤال بيبقى في ناس رافعه ايديها وما فيش حد بيفتح لهم مايك مش عارف الموضوع مش بيتشاف خالص يعني واضح في مشكله في الريفرش عشان كده احنا 72 كده. هو ما ينفعش نحول لجوجل ميت او زوم بعد كده؟ هو حاليا في الاسبوع عشان احنا باعتين للناس يعني اللينكس وكده فاحنا مش هينفع نحول وعشان هي كمان تبع الجامعه واحنا شاريين اللايسنس بتاعته وكده يعني فحاليا مش اعرف بس ايه الاعتراض على الميت؟ هو ان هو المشاكل اللي بتحصل في ريزنج هاند دي وان انا مش عارف ادخل غير جست.
لا ما مشاكل الريزنج هاند معلش احنا استاذنكم احنا اللي عاملينها عشان العدد كبير يعني عشان يبقى في تنظيم شويه في طرح الاسئله ما يبقاش اي حد بيعمل ان ميوت في اي وقت فدي معلش احنا اللي عاملين كده في الميت ده مش عيوب ميت ده عيوبنا احنا بقى ما تزعلوش مننا يعني طيب في عندك سؤال تاني يا ماجد؟ لا تمام تمام معلش اعذرنا في موضوع الميت ده طيب اسماء ايوه انا بس كان كان عندي سؤال ان هو يعني لما بيبقوا كل ال 2 باور n minus 1 موجودين في نفس الوقت فاحنا كده يعني ده بنستفاد منه في ايه لما احنا واحنا لما بنعمل ميجرمنت بيبقى فيه هي ستيت واحده او حاجه واحده بس اللي بنلاقيها ما هو انا لما بعمل انا دلوقتي عايزه اريبريزنت احنا هو الفكره هتبان اكتر لما نيجي نتكلم بقى على الالجوريزمز اللي هي اللي بتستخدم بقى لما نيجي نتكلم على السيرشنج الجوريزم وكده الفكره ان انا عندي بطبق الالجوريزم بتاعي بحاول ان انا ازود الامبليتيود بتاعه الريزلت اللي انا عايزاه عشان لما اجي اعمل ميجرمنت اريتريف الفاليو اللي انا اكشولي عايزاه لكن انا لما بحط في السوبر بوزيشن انا وفرت كيوبيتس يعني بدل ما انا او وفرت بيتس بدل ما انا مثلا كنت هستخدم ستيتس في الباينري في الباينري نمبرنج سيستم مثلا بيبقى ان انا هستخدم ان من البيتس لان قللت عدد البيتس عندي ان انا قدرت اريبريزنت اكتر من الستيت فعدد قليل من الكيوبيتس عندي فكده وفر في السايز عندي بتاع الريبريزنتيشن يعني هو بس مجرد ميموري اوبتمايزيشن يعني مش اكتر عمل ميموري اوبتمايزيشن فقدرت ان انا بعد كده لكن انا في الاخر لما انا عايزه اريتريف بقى الريزلت لما انا بعمل ميجرمنت انا باجي في الالجوريزم بتاعي بحاول ان انا ازود الامبليتيود بتاعه الفاليو او مثلا عايز عندي فانكشن عايزه اطبق الفانكشن دي علشان تطلع لي ريزلت تمام فانا بحاول ان انا في الالجوريزم بتاعي بزود الامبليتيود بحيث لما اجي اعمل ميجرمنت تطلع لي الاوتبوت اللي انا عايزاه على حسب الانبوت اللي دخلته تمام بس انا كده هو انا بوصل له ازاي اصلا عشان ازود الامبليتيود بتاعه يعني لو انا بعمل سيرش عليه فانا هزوده ازاي ما هو ده اللي احنا هنتكلم عنه خلال السكول هنتكلم عنه بقى في الجوريزمز كتيره هنتكلم عنها اللي هي بتستخدم الجيتس كده قلت لكم الجيتس احنا هنتكلم عنها والابلكيشنز بقى بتاعه الجيتس خلال السكول هنتكلم عنها بالتفاصيل وازاي ازاي استخدمتها الجوريزمز مختلفه بقى اللي بتطبقها وهنشوف الابلكيشنز بتاعتها اوكي تمام ممكن سؤال كمان بس ماشي فنان هو السفير الاكس والواي بيمثلوا ايه بالظبط في السفير هي السفير عندي هي السفير عندي ان 3 دي فانا عندي البوزيشنز اكس وواي وزد تمام فانا عندي 3 دي فعندي الاكسس الاكسس بتاعتي الاكس اكسس والواي اكسس والزد اكسس تمام فانا يعني عندي كانها زي نقطه في الفراغ كده سفير فراغ وفي اكسس يعني الاكس وواي وزد دول بيمثلوا نقطه اللي هي كيوبيت يعني لا الاكس والواي والزد دي الاكسس بتاعتي تمام النقطه نفسها بشوف البوزيشن بتاعها بالنسبه للاكس والواي والزد ايوه النقطه دي بتريبريزنت ايه الكيوبيت النقطه بتريبريزنت الكيوبيت عندي اوكي تمام شكرا تمام في حد تاني في الو ايوه دكتوره بعد اذنك هو في كام سلايد لما الشاشه علقت قيمه حوالي دقيقه كده من اول نوت جيت اول نوت جيت ظهرت فيها السلايد لغايه الايدنتيتي جيت كانت الحاجات دي وقعت اثناء الشرح فممكن حضرتك في الريكوردنج ممكن يعني تشوفوها وكده تمام انا مش مشكله ممكن اعيدها لكم تاني يعني تمام شكرا دكتور اوكي لا في حد تاني؟ في اسلام الجندي وفي كريم صبري كريم صبري رفع ايده حضرتك سامعني؟ اي تمام لو سمحت هي الماتيريال او السلايدات ده تنزل لنا ولا لا؟ هنرفع لكم على الفيسبوك الفيديو بتاع التسجيل كله تمام تمام ماشي نعم طيب تمام كده خلاص اعتقد مفيش اسئله
ممكن حضرتك بس اول حاجه صغيره. اتفضلي كمان. استاذن بس من الكل لو يعني يشوفوا الايميلات بتاعتهم بعد السيشن على طول، عشان في يعني في ابديت جديد يتبعت ليكم بس. وشكرا جدا. اعتقد كده ما فيش حد تاني عمل رايز هاند. صح تمام. كده السلايدز باينه. طب انا ممكن اعيد لكم الجزء اللي هو كان كان ده بين معاكم صح؟ ده اللي من اول هنا الريبرزنتيشن بالماتريكس. نورهان كان ايه الحاجات اللي وقفت؟ كانت دي وقفت علق من هنا فعلا، علق من هنا لحد الايدنتي جيت. طيب تمام. ايوه ايدنتي identity gate مظبوط تمام. اوكي طيب خلينا نعيد تاني الجزء ده علشان كانت السلايدز علقت. فاحنا عندنا هنا الريبرزنتيشن لل كنا بنتكلم على ان انا ممكن اريبريزنت الجيت على شكل ماتريكس تمام. واحنا كنا شفنا الاكس الجيت كان باستخدام الديريكت نوتيشن اقدر ريبريزنت. قلنا ان ده البروب ريبريزنت عندي الانبوت والكيت ريبريزنت عندي الاوتبوت. فقلت هنا لو دخل له 1 بيطلع 0 وهنا لو دخل له 0 بيطلع 1. طيب لو انا كنت عاملاه بالشكل ديريكت نوتيشن اللي هو البرو ده بريبريزنته بشكل الرو فيكتور، ولو كان عندي باستخدام الكيت فده انا بريبريزنته باستخدام الكولوم فيكتور، بحيث ان الزيرو بيبقى عندي اللي عباره عن الكولوم فيكتور 1 و0. لو 1 هيبقى الكولوم فيكتور 0 و1. لو باستخدام البرو فهيبقى الرو فيكتور الزيرو هيديني 1 و0، الزيرو هيديني 0 1 و1 هيديني 1 و0. فانا قدرت ان انا هنا اريبريزنت لو انا عملتهم بقى كده كماتريكس مولتيبليكيشن هيديني الماتريكس 2 ماتريسز اقدر اعمل بيهم اديشن فهيديني النوت جيت. بعد كده اتكلمنا عن الكوانتم جيت وقلنا ان احنا هنتكلم على السنجل كيوبيت والتو كيوبيت والمالتيبل كيوبيت، وبدانا بالسنجل كيوبيت جيت ودي كانت الجيتس اللي احنا كلها اتكلمنا عنها اللي هي الايدنتيتي جيت، الباولي اكس وواي وزد جيت، الروتيشن اوبريتور، والهادمر جيت، والفيس شيفت، والسكوير روت نود جيت. تمام. خلينا بقى نكمل ونتكلم عن التاني بقى تو كيوبيت جيت وهي السواب جيت. عندي فكرة السواب جيت اللي هي بتعمل ايه؟ هي بتسواب، يعني انا مثلا دخلت لها هنا في الستيت هنا مثلا هنا دخلت زيرو، دخلت هنا زيرو ودخلت هنا وان، فهتعمل سواب هيبقى هتنقل الوان هنا وهتنقل الزيرو هنا. تمام. فانا لو بصيت عليها على الترو ستيبل بتاعي ده الانبوت وده الاوتبوت، لو انا دخلت 0 0 مش هي كده كده عملت سواب، بس هو لما انا قلبت ال 0 0 مع بعض ما فرقتش معايا. لكن لو انا دخلت لها 0 1 فهي هنا هيتبان الايفكت بتاعتي انها هتديني هنا 1 0. لو دخلت لها 1 0 هتسواب عندي هتديني 0 1. لو دخلت لها 1 1 هتفضل 1 1، هي هتعمل سواب بس مش هيبان الايفكت. فهي هتبان الايفكت عندي لو كان الانبوت كيوبيتس عندي مختلفين، يعني لو سواء داخل 0 1 او داخل 1 0. تمام. فهي بتعمل سواب بينهم. اقدر ان انا السواب جيت ده اقدر اريبريزنته بثلاثه سي نوت جيت بالشكل ده. طب خلينا نشوف كده ازاي اصلا ازاي الثلاثه دول بيعملوا سواب. خلينا نتخيل كده لو انا داخل لي 0 0 هو بالشكل ده، خلينا نقول مثلا دي كده نسمي نقسمه كده تمام، ونسمي هنا مثلا دي ستيب 1 ودي ستيب 2 ودي ستيب 3، وخلينا نشوف هل هي فعلا هتديني الاوتبوت اللي عندي هنا ولا لا. هنمشي كده، هي دي التيبل بتاعي. وخلينا نقول اول حاجه هنقول اللي هي الستيب 1
step 1 بيقول لي ايه اول حاجه. الستيب 1 انا عندي سي نوت جيت، ادي الكنترولر عند الفيرست كيوبيت والتارجت عند السكند كيوبيت. فانا دخلت له 0 0، بما ان الكنترولر عندي ب 0 هنا كنترولر اهو، الكنترولر عندي ب 0 فهو مش هيعمل حاجه في التارجت فهيفضل 0 0 تمام. طيب هنا 0 1 هنا الكنترولر عندي برضو ب 0 فمش هيعمل حاجه فهتفضل عندي 0 1. طيب هنا عندي 1 و0، فانا عندي هنا الكنترولر عندي المره دي ب 1 فهيعمل ايه، هيفليب التارجت فهتبقى 1 1. طيب هنا عندي 1 1، فانا دي عندي الكنترولر عندي ب 1 والتارجت ب 1 فهنا هيفليب عندي 1 و0 تمام. دي ستيب 1. طب خلينا نشوف ستيب 2. ستيب 2 المره دي الانبوت بتاعي مش هيبقى دول، ده كده كان الانبوت بالنسبه لستيب 1، المره دي ده الانبوت بتاعي، ده الانبوت اللي داخل اهو الاوتبوت بتاع السي نوت جيت، ده بقى هو الانبوت اللي داخل للسي نوت الثانيه اللي موجوده في ستيب 2. بس المره دي الكنترولر فين؟ المره دي الكنترولر عند السكند كيوبيت اللي هي اكس 1. فانا المره دي هبص بقى مين اللي هيعمل فليب لما يبقى هنا 1 تمام، لما يبقى السكند كيوبيت عندي 1. فمعنى كده ان هنا 0 0 هتفضل 0 0 زي ما هي. طب هنا 0 1 انا الكنترولر عندي هنا صح فهيعمل فليب فهتبقى 1 1. وهنا عندي برضو هنا الكنترولر هنا 1 فهيعمل فليب فهتبقى 0 1 تمام. وهنا 1 0 هنا بما ان الكنترولر عندي 0 فهيفضل زي ما هو 1 0 تمام. ادي كده الايه ال second step عندي. طب خلينا نشوف بقى third step. third step عندي اللي هي S3. الانبوت عندها هيبقى مين؟ الانبوت هو S2 خلاص اهو، اللي طالع بقى من S2 هو اللي داخل لها اهو، ده داخل لها من هنا اللي طالع من S2، فهتبقى المره دي ده الانبوت بتاعي. طيب في الستيب S2 عندي سي نوت، الكنترولر فين؟ عند اول كيوبيت. طب خلينا نبص كده اول كيوبيت فين 1، احنا عارفين بقى ان هو لو 0 مش هيعمل حاجه، لو 1 هيعمل فليب. طب خلينا نبص كده عند اول كيوبيت ال1 فين؟ ادي ال1 عند اول كيوبيت في الحته هنا وهنا تمام. فادي هنا هيعمل فليب فهتبقى هنا كده ادي 1 و0، وهنا هيعمل فليب هتبقى 1 1، وهنا هتفضل زي ما هي 0 0، وهنا هتفضل زي ما هي 0 1. ده بقى الاوتبوت النهائي بتاعي. يعني انا لو عايزه بقى اقارن الترو ستيبل بتاعي اللي هو السواب جيت مع الترو ستيبل اللي احنا عملناه انستاب، فهقارن بقى الاوتبوت النهائي ده مع ستيب S3 اللي هي الفاينل. فهلاقي هنا لما كان 0 0 طلع 0 0 فعلا هنا طلع 0 0، لما كان 0 1 طلع 1 0 فعلا هنا طلع 1 0، لما كان 1 0 طلع 0 1 هنا فعلا طلع 0 1، ولما كان 1 1 طلع 1 1 فعلا هنا طلع 1 1. فانا اقدر السواب جيت ان انا ارسمها بالشكل ده، او ان انا اديكومبوز بالشكل اللي هو 3 سي نوت جيت بالشكل ده تمام. باستخدام برضو الماتريكس ريبريزنتيشن عندي، فاقدر اقول ان هي لو كان داخل لها 0 0 فالفيكتور عندي هيبقى هنا الاوتبوت فيكتور عندي اللي هو 0 1. لو داخل لها 0 1 فهيبقى الاوتبوت فيكتور عندي اللي هو 0 0 1 0 اللي هو عباره عن اللي هو الستيت 1 0. لو داخل لها هنا 1 0 هتديني 0 1 0 0، وهو فعلا هنا الستيت عندي اللي هو هيديني الستيت 0 1. ولو داخل لها 1 1 هيفضل 1 1 زي ما هو، فهيديني الفيكتور عندي 0 0 0 1 تمام. لو انا عايزه ارسم اريبريزنتها بالدايركت نوتيشن، هي لو داخل لي هنا 0 1 فقصدي اكس 0 واكس 1 فهيبقى الاوتبوت بتاعي هو اكس 1 اكس 0 تمام. خلينا نشوف كده لو حد عنده اسئله في السواب جيت. حد عنده سؤال؟ طيب في حد عنده سؤال؟ اسلام ايوه
ايوه ماشي. طب اسلام انا يعني مش فاهم هنحط علاقه بين الماتريكس والتيبل، فانا مش فاهمها قوي الحته دي اهو. ده بيطلعهم من بعض. بص هي مش علاقه بين الماتريكس والتيبل، انا هي دي ريبريزنتيشنز مختلفه. انا ممكن اشوفه كترو ستيبل او كماتريكس. الاوتبوت عندي زي، خلينا نبص تاني كده. انا دي هنا السلايدز باينه معاك؟ ايوه تمام. انا هنا دلوقتي عندي ده التيبل بتاعي تمام. فانا قلت ان انا لو دخلت 0 0 الاوتبوت عندي هيبقى 0 0. لو انا جيت بصيت للماتريكس تمام، فانا احنا قلنا ده الانبوت عندي اللي هو هنا، ده هنا كده ده الانبوت 0 0 او 0 1 او 1 0 تمام او 1 1. الاوتبوت عندي كماتريكس هي بتديني ايه؟ ده سوري ده الانبوت. الاوتبوت عندي بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كولوم فيكتور تمام. فالكولوم فيكتور لو انا عندي الستيت 0 0 اصلا انا بريبريزنتها، يعني انا لو عندي كده الستيت 0 0 اصلا انا بريبريزنتها بالكولوم فيكتور اللي هو عامل ازاي؟ بريبريزنتها بالكولوم فيكتور اللي هو 1 0 0 0 تمام. لو انا عندي الكولوم فيكتور اللي هو مثلا 1 0 تمام، فده لو كان الانبوت بتاعي اقدر ان انا او ده الستيت بتاعتي اقدر ان انا ريبريزنتها بالكولوم فيكتور ازاي؟ اللي هي عباره عن 0 0 1 0 تمام. فده اللي احنا ده اللي انا بقوله ان احنا بقارن، يعني دي الماتريكس بتاعتي لو انا دخلت لها 0 0 هتديني 1 0 0 0. ده اللي هو الايه الكولوم فيكتور بتاعي اللي هو 1 0 0 0 اللي هو مين؟ اللي هو 0 0 الستيت 0 0. هو فعلا لما انا ادخل لها 0 0 هتطلع لي الستيت 0 0. طيب لو انا دخلت لها 0 1 هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي الكولوم فيكتور 0 0 1 0. طيب 0 0 1 0 اللي هو مين؟ هو 1 0 مش 1 0 بريزنتها ب 0 0 1 0 اللي هو فعلا لما انا دخلت لها 0 1 ادتني 1 0 تمام. واضحه كده؟ تمام اوكي. لا حتى عند سؤال اسلام ايوه دكتورة، كان ليا سؤال في النوتيشن. تمام اتفضل. هل او بلس دي اللي هي علامة الاو بلس دي اللي هي بنرمز لها بالاكس اور في الكلاسيكال ديجيتال لوجيك، هل هنا معناها اكس اور برضو في النوتيشن بتاعتنا في السلايدز؟ معناها اكس اور. يعني انا لما اقول اكس 0 او بلس مثلا وبعدين اكس 2 اللي هي اكس اور. دي اكس اور. اكس اور علشان كده هي النوت هي بتعمل اكس اور. تمام شكرا. اوكي لا تمام. حد تاني عنده سؤال؟ اعتقد كده خلاص صح. خلينا نكمل. معلش بس كان النت فصل. تمام معايا ناس؟ يا دكتور اتفضل. اوكي
السكرين كده باينه. لا يا دكتور السكرين قفلت. قفلت مش باينه؟ لا. باينه كده؟ لا برضه يا دكتور لسه. باينة كده؟ لسه ما جاتش. في حاجة باينة؟ لسه برضه يا دكتور. دي معلقة كده. هو ايه اللي ظهر؟ مش ظهر اي حاجة؟ لا مفيش اي سكرين ظهر يا دكتور، هي البارتيسيبانت بس. لسه برضه خالص مش عارف ايه المشكلة. في حاجة باينة؟ لا يا دكتور برضه لسه مظهرتش. في حاجة باينة؟ اوكي تمام. طيب لو هتكلم بقى على ال decomposition of two cubic gate، فانا اقدر اي unitary two cubic gate اقدر امثله بالشكل ده، او اقدر ان انا اعمل له decomposition بالشكل ده اللي هو C gate مثلا. يعني A و B و C دول هما ال rotation gates اللي عندي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، فانا اقدر استخدم اي يعني اي combination بينهم بحيث ان هما مع بعض هيدين identity gate. لو حطيت C node بالشكل ده يعني هنا لو في الكنترولر اتطبق فده هيتطبق CX BX A، فده هيديني اللي هو ال unitary gate بتاعي. الوان كيوبيت جيت والتو كيوبيت جيت دول يعتبروا اليمنتري جيتس. يعني ايه اليمنتري جيتس؟ يعني الجيتس دي انا ممكن بقى استخدمها علشان اعمل امبلمنتيشن لاي جيتس بعد كده، اي جيتس اوف اني سايز بعد كده. يعني انا لما باجي اتكلم بقى على المالتيبل كيوبيت جيت سواء كان 3 كيوبيت 4 5 اي عدد عندي، فانا اي جيت من الجيت دي اقدر ان انا اعمل لها دي كومبوزيشن واعمل لها ريبريزنتيشن باستخدام ال1 باي 1 وال2 باي 2 كوانتم جيتس. الاليمنتري جيت دي كمان بتستخدم علشان خاطر اعرف الكوانتم كوست بتاع الجيت السيركت بتاعتي. يعني احنا لما نيجي نتكلم برضو على السيركت خلال السكول ان شاء الله يوم الخميس كده هنتكلم بقى عن الكوانتم كوست بتاعها
اللي هو الكوانتم كوز ده بيبقى عدد الاليمنتري جيتس اللي انا بستخدمها، يعني كل اليمنتري جيت بعتبر ان الكوانتم كوز بتاعته 1، وبشوف بقى انا استخدمت كام اليمنتري جيت. فانا لما انا باجي بقى اعمل ديفاين لنيو يونيفرسال جيت، فببتدي ان انا اعمل له ديكومبوزيشن واشوف انا اقدر اعمل له ريبريزنتيشن بكام اليمنتري جيت، وكل ما بقلل الاليمنتري جيت دي كل ما بتبقى الكوانتم كوز عندي اقل، فبيبقى الجيت عندي افضل. بس ده ان شاء الله احنا هنتكلم عنه ان شاء الله يوم الخميس بالتفاصيل. خلينا نتكلم بقى على ال 3 كيوبيت جيت، وازاي ان انا اقدر اعمل لها بقى ريبريزنتيشن بالاليمنتري جيت. وطبعا في بقى ناس شغاله ريسيرشز كتير ان هي اصلا بتديفاين نيو جيتس، وعلشان خاطر تبقى الكوانتم كوستها قليل ويقدر ان هو يعمل لها بقى يعمل يستخدمها يعمل ديزاين لسيركتس معينه. احنا هنتكلم على الجيتس الرئيسيه اللي هما التوفلي جيت، الفريدكين جيت، والبيرز جيت. رح اتكلم على التوفلي جيت، والسامبل بتاعه هو التي 3. فالتوفلي جيت ده عباره احيانا بيسموه برضو سي سي نوت جيت او كنترول نوت جيت. هو بالظبط عامل زي الكنترول او سي نوت جيت اللي احنا اتكلمنا عنه شويه، بس بدل ما انا كان عندي 1 كنترولر انا المره دي عندي 2 كنترولرز. فلو بصيت عليه كده in more details انا بدخله مثلا X0 X1 X2. فانا عندي هنا لو X0 X1 هما الاثنين بون، فساعتها هيفليب X2. لو اي واحدة فيهم مش بون ساعتها مش هيحصل فليبين. فانا هنا لو انا جيت بصيت كده للترو ستيبل، في الترو ستيبل المرة دي انا عندي 2 كنترولر واحد تارجت. فامتى هيحصل فليب التارجت؟ كل مره طول ما الكنترولرز الاثنين بزيرو او واحد منهم بزيرو التارجت مش هيحصل له حاجه. زي ما هو كده القيمه اللي داخله تمام، داخل له التارجت زيرو طلع بزيرو، داخل التارجت بون طلع بون. طول ما الايه الكنترولرز عندي الاثنين بزيرو او واحد منهم بايه واحد منهم زيرو تمام. وانس بقى ان التو كنترولرز عندي الاثنين بون ساعتها هيحصل فليبنج للتارجت. يعني انا هبص على الستيت، اول ما التو كنترولرز دول بون هقدر ان انا اقول بقى التارجت هنا لو زيرو حوله 1، والتارجت هنا لو 1 حوله 0 تمام. فلو انا جيت قلت هنا مثلا دي داخل لها اكس 0 ودي داخل لها هنا كده وهنا اكس 1 وهنا اكس 2، فاقدر ان انا اقول ايه؟ اقدر ان انا اقول ان هنا الاكس 0 هتفضل X0 زي ما هي، الكنترولرز عندي قيمتها بتتغيرش بتفضل ثابتة زي ما هي. فالX0 بتفضل X0 زي ما هي، الX1 بتفضل برضو X1 زي ما هي، أما الX2 بقى هي اللي هيحصل لها فليب. فأنا هيحصل لها فليب إزاي؟ لو الاتنين دول ب1، فأنا لو عايزة أمثلها بشكل equation فأنا أقدر أقول إن هي X0 and X1 XOR X2. فمعنى كده ايه؟ معنى كده اعمل اكس اور لو الاندنج بتاع الاثنين دول، او يعني اعمل فليبنج لو الاندنج بتاع الاثنين دول اداني 1، فانا اقدر اريبريزنتها بالايه بالشكل ده. ودي طبعا الايه الماتريكس ريبريزنتيشن بتاعتي. انا لو انا بتكلم بقى لو انا عندي سيستم في 3 كيوبيتس او 3 وايرز داخله، فانا عندي 3 ديفرنت توفلي جيتس اللي هما يبقوا X0 X1 هما الكنترولر و X2 هي التارجت، أو إن الكنترولر عندي يبقى X0 X2 و X1 هي تبقى التارجت، أو الكنترولر عندي يبقى X1 و X2 و X0 هي التارجت. فلو أنا جيت بصيت هي بالشكل ده، فلو أنا كانت لو أنا عندي مثلا X0 و X2 هما الكنترولر و X1 هي التارجت، فأنا ساعتها إمتى هعمل فليب؟ ساعتها هبص بقى على الكنترولر بتاعي أو الـ في الترو ستيبل لما يبقى عندي هنا في هنا 1 وهنا 1. فهبص على الستيت لما يكون الكنترولر أو X0 هنا عندي ب1 تمام، ولما يكون كمان الـ X2 عندي ب1، يبقى لازم الاثنين دول يبقوا ب1 علشان اقدر اعمل فليب للايه للتارجت بتاعتي. لو اي واحده فيهم بقى بزيرو او الاثنين بزيرو ساعتها الايه التارجت عندي هيفضل زي ما هو. نفس الكلام برضو بالنسبه للتوفلي جيت اللي هي كان
ال x 0 هي هنا التارجت وال x 1 وال x 2 هما الكنترولر. فانا دلوقتي لازم يبقى عندي x 2 x 1 هما الاثنين ب 1. فالكيس اللي هتتحقق عندي تعمل فليبنج ان هي يبقى 0 1 1 او 1 1 1. دول التو كيسز اللي فيها x 1 و x 2 هما الاثنين هما الاثنين الكنترولر. فهنا التارجت عندي هيحصل له فليب. اقدر ان انا اعمل ديكومبوزيشن للطفل جيت بالشكل ده، ان انا الفي جيت ده احنا قلنا كان اللي هو السكوير روت اوف النوت جيت، واليو جيت هو اللي هو الفي دجر عندي. فاقدر ان انا لو عندي طفل جيت بالشكل ده اقدر ان انا اعمل لها بقى ديكومبوزيشن بالالمنتري جيت او التو كيوبيت جيت، تمام، ان انا احط له كنترولر بالشكل ده ان هو هنا يبقى عندي في مع جيت مع الكنترولر عندي اكس 1 اكس والتارجت اكس 2، وعندي هنا الفي جيت هنا الكنترولر اكس 0 والتارجت اكس 2، وهنا سي نوت جيت الكنترولر x0 والتارجت x1، وهنا اليو جيت الكنترولر x1 والتارجت x2، وهنا سي نوت الكنترولر x0 والتارجت x1. فانا اقدر اعمل لها دي كومبوزيشن بالشكل ده. لو انا عديت كده هلاقي ادي 1 2 3 4 5، فاقدر ان انا ريبريزنت الطفل جيت باستخدام 5 elementary جيت، عشان كده بيبقى الكوانتم كوست بتاعها 5، وهنتكلم عنها بالتفاصيل ان شاء الله يوم الخميس. طيب الفريتكن جيت ده ما هو الا كنترول سويب، يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن السويب جيت. المره دي انا كل الحكايه ان انا عملت له كنترول، هتعمل سويب بين التو كيوبس دول بس في حاله ان كان، يعني كان قبل كده في السويب جيت كان ايه، كان بيعمل سويب بغض النظر عن اي حاجه، هو اي تو جيت بيعمل بينهم سويب. لا المره دي انا قلت له لا، في كنترولر، لو الكنترولر ده ب1 اعمل سواب بين التو جيتس دول، لو الكنترولر ب0 ما تعملش سواب بينهم. فلو انا جيت بصيت عليها بالسيستم ده، فانا هبص ايه، هبص على الكنترولر كل الستيتس. انا عندي 1 كنترولر على فكره، فكل في الترو ستيبل لو انا هبص كده يبقى كل الستيتس اللي انا عندي فيها الكنترولر ب1 هيعمل بقى ايه سواب بين التو تارجتس. ف0 0 هي هنا هتفضل 0 0 زي ما هي، هو عمل سواب بس هي عشان 0 0 مش باينه. هنا 0 1 فعمل بينهم سواب بقت 1 0، وهنا 1 0 عمل بينهم سواب بقى 0 1، وهنا 1 1 عمل بينهم سواب بس ستيل هما 1 1 برضو، يعني عشان هما ايه نفس الرقم، تمام. فهو فكره الكنترول ده سواب ان هو بيبص على الكنترولر، لو الكنترولر عندي ب1 بيعمل سواب بين ال other two qubits، لو الكنترولر ب0 ما بيعملش سواب، تمام. ولو انا عندي بقى سيستم في 3 كيوبت سيستم، فانا اقدر ممكن الكنترولر عندي 3 كيسز او 3 ريبريزنتيشن للفريتكن جيت، ان هو ممكن يبقى الكنترولر فيرست كيوبت، ممكن يبقى الكنترولر سكند كيوبت، وممكن الكنترولر يبقى الثيرد كيوبت. دي هنا الكيسز، هنا الكنترولر كان السكند كيوبت، فساعتها هيحصل فليب لو السكند كيوبت هي الايه اللي ب1، وهنا لما كان الكنترولر اخر كيوبت فهنا هيحصل فليبنج لو كانت اخر كيوبت عندي هنا ب1. اقدر برضو زي ما قلنا كده ان انا اقدر اريبريزنت زي ما قلنا اي كيوبت جيت، اقدر ان انا اعمل له ريبريزنتيشن باستخدام الاليمنتري جيت. فلو انا عايز اعمل ديكومبوزيشن للفريتكن جيت او اعمل له ريبريزنتيشن باستخدام الاليمنتري جيت بتاعتي، فانا اقدر اريبريزنته باستخدام السي نوت والفي والفي داجر جيت بالشكل ده. يمكن انا عندي هنا تو ريبريزنتيشنز بالشكل ده، ده بتختلف عندي على حسب ان هو بيعتبر، هل بيعتبر هنا ده الفيرست كيوبيت تو سواب ولا دي السكند ولا دي الفيرست كيوبيت تو سواب، بس هما الاثنين هيدوني نفس الريزلت. دي كده بوزيشن مختلفه لي. عندي بعد كده البيرز جيت، والبيرز جيت ده ما هو الا كومباينيشن، هو عبارة عن جيت كومبايند جيت بين الطفل جيت والسي نوت جيت. يعني هو أخد التو جيتس دول طبق الأول طفلي والأوتبوت راح مطبق عليه السي نوت جيت. فخلينا نبص كده، لو أنا عندي السيستم هو البيرس جيت، أو زي ما قلنا هو عبارة عن طفلي جيت
وبعديه سي نوت جيت. فهو لو دخله لو احنا جينا مشينا كده بالترتيب فادي الانبوت بتاعي. اول حاجه هيطبق التوفلي جيت. التوفلي جيت ادي عندي الكنترولر اللي هو اكس 0 اكس 2. فادي هيشوف لو الكنترولر عندي هنا لو عندي اكس 0 اكس 2 ب1 فادي الكيس اللي هي كانت اكس 0 اكس 2 ب1 التو كيسز دول تمام. فدول هيعمل فيهم ايه؟ هيعمل فيهم فليب ل اكس 1. فهنا عمل فليب كانت اكس 1 ب 0 تمام بقت 1, وهنا كانت اكس 1 ب 1 فبقت 0 تمام. بعد كده راح مطبق اخد الاوتبوت بقى بتاعي بقى هو الانبوت, وراح مطبق عليه السي نوت جيت, والكنترولر عندي هو الاكس 0. فهيبص هنا بقى للكيسز الاكس 1 عندها هنا او الاكس 0 عندي هنا ب 1, الكيسز دي هيعمل فليب لمين؟ لاكس 2. فهيجي هنا هنا كان اكس 2 هنا ب 0 خلاها 1, هنا كانت ب 1 خلاها 0, هنا كانت ب 0 خلاها 1, وهنا كانت ب 1 خلاها 0. فدي كده ده هنا ده الترو ستيبل بتاع البيرس جيت. هو البيرس جيت هو عباره عن كومباينيشن بين التو جيتس دول. لو انا جيت بقى بصيت لو انا عندي سيستم في 3 كيوبيت سيستم, فاضل ان انا البيرس جيت اريبريزنتو عندي 6 ديفرنت بيرس جيت على حسب الكنترولر فين والسي نوت جيت فين والطفلي جيت التارجت والكنترولر سطوحة فين تمام. اقدر ان انا برضو دي الديكومبوزيشن بتاعته, ان انا عملت الديكومبوزيشن بتاع السي نوت جيت مع الديكومبوزيشن بتاعت التوفلي جيت. الجميل هنا بقى ان انا لو انتوا جيتوا عديتوا كده بعد ما عملنا ديكومبوزيشن, انا دلوقتي عندي واحده توفلي جيت واحده سي نوت جيت. يعني المفروض لو انا هتكلم كده لسه احنا من شويه قايلين ان التوفلي جيت دي مكونه من 5 جيتس, فالمفروض هنا الايه الكوانتم كوست بتاعها 5 جيتس, وقلنا اي اليمنتري جيت الكوانتم كوست بتاعه 1. فالمفروض ان انا حطيت البيرس جيت مع السي نوت جيت حطيتهم مع بعض, فالمفروض ان هما يدوني كوانتم كوست 6 او يكون عندي 6 اليمنتري جيت. لكن هنا اللذيذ بقى ان انا هنا لما انا جيت عملت الكومباينيشن بينهم اداني 4 اليمنتري جيتس. ليه اداني 4 اليمنتري جيت؟ زي ما احنا شايفين كده ان احنا اصلا كان المفروض التوفلي جيت دي كانت الديكومبوزيشن بتاعتها صح كده تمام, وحطيت جنبها واحده سي نوت جيت كمان. فاحنا كنا لسه متكلمين ان احنا لو انا عندي اتنين سي نوت جيت مع بعض او كان اتنين نوت جيت, احنا قلنا في الكوانتم جيتس لما بيبقوا فيه اتنين جيتس زي بعض باختلاف بس الفي والفي دجر بيديني الايدنتيتي جيت. فانا عندي هنا اتنين سي نوت جيت مع بعض, فالاتنين ادوني ايدنتيتي جيت فقدرت ان انا اشيلهم, فده قلل عدد الاليمنتري جيتس اللي انا استخدمتها في الريبرزنتيشن. فبدل ما كان انا زودت في الريبرزنتيشن انا زودت جيت المفروض يبقوا 6, لا ده انا عندي بقى 4 كمان تمام. وده احنا هنتكلم عنه ان شاء الله يوم الخميس بالتفصيل بقى ازاي ان انا اعمل اوبتمايزيشن, ازاي ان انا يبقى عندي ايكويشن واحولها لسيركت, الحاجات دي كلها احنا هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. دي كومبوزيشن بقى لاني 3 كيوبيت جيت اقدر ان انا يونيتري جيت اقدر ان انا ريبريزنتو بالشكل ده اللي هو باستخدام الفي والفي دجر وباستخدام السي نوت جيت. طب لو انا عندي ان كيوبيت جيت عايزه بقى في اني سايز ازاي ان انا اقدر اعمل لها دي كومبوزيشن, فجاء قال لي على حسب الكيوبيتس عندي, لا ده انا ممكن ريبريزنتو ان انا مثلا ده اليونيتري جيت عندي اقدر ان انا افكه لاتنين طفلي جيت بقى, بس الكنترولر عندي طبعا بيبقى ايه بنقص الكنترولر عندي بواحد, وباخد هنا بحط الفي والفي دجر وابتدي ان انا ايه اعمل تاني ديكومبوزيشن لدول بنفس الشكل لحد ما اوصل للاليمنتري جيتس كلها تمام. بكده احنا خلصنا. حد عنده سؤال؟ اوكي شايفة احمد علام او ممكن نفتح المايك لحد. هو ممكن دلوقتي يفتح المايك. نفتح المايك تمام. الو
أيوة. طبعا دي ملاحظه ان دايما في الو ايوه معاك تمام اوكي تمام في ملاحظه دايما الاوتبوت اللي هو لو في كنترول انبوت او some sort of state في الناحيه الليفت هاند سايد دايما بتتنقل زي ما هي مش بس بنهتم بالاوتبوت ف يعني انا فاهم برضه ده موضوع له علاقه بالريفرسابيلتي سام هاو وان يكون to be reversible operation بس برضو محتاج حضرتك تستريسي على الجزء ده بص هم هم اصلا هي الكوانتم جيت دي تعتبر اي كوانتم جيت ده يعتبر reversible gate النمبر اوف انبوتس لازم بيساوي النمبر اوف اوتبوتس تمام فعلشان كده انا مش زي اللوجيك جيت ان انا بدخل انبوت وبيبقى عندي 1 اوتبوت لا انا النمبر اوف انبوت بيساوي النمبر اوف اوتبوت فانا لو عندي كنترولرز الكنترولرز عندي ما بيحصلش فيهم افكت الافكت دايما بيحصل في التارجت فالكنترولر بترجع بتطلع عندي كاوتبوت زي ما هي والتارجت هو اللي بيبقى افكتد طب لو انا حاولت اعمل يعني زي ريموفال للجزء اللي هو الاوتبوت ده هل ده ياثر على الاوبريشن سام هاو هتعمله بس انا بسال انا ما هو مفيش تخيل للجيت دي حاليا ككوانتم جيت عامله ازاي يعني الثري بينز دول انا مش متخيلهم ك يعني احنا فاهمين سيركتس لو في لوجيك جيت اند اور اوكي سواير ما عنديش ايفنجينيشن بس الجزء ده بيبقى شكله عامل ازاي كريبريزنتيشن كتكنولوجي وبالتالي بس هو هدفي ده لو سام هاو ريموفد هل ياثر على لا هي في الكوانتم جيت زي ما قلت لك هي ريفرسبل جيت يعني لازم النمبر اوف انبوتس بتساوي النمبر اوف اوتبوتس ما ينفعش ان انا اريموف جيت واعتبر ان انا عندي انبوتس وافوكس زي اللوجيك جيت ان انا عندي 1 يبقى مثلا عندي زي مثلا ادخل له مثلا 2 انبوت يطلع لي 1 اوتبوت لا لازم النمبر اوف انبوت يبقى اكزاكتلي بيساوي النمبر اوف اوتبوتس فدي فكره ان هو بيكيب الستيتس ليه لان انا اقدر ان انا معنى ان هو ريفرسبل يعني ايه يعني ان انا معلومات الانبوت اقدر اجيت الاوتبوت ومعلومات الاوتبوت اقدر كمان اجيت الانبوت يعني انا لو قلت لك ده الاوتبوت وانا استخدمت مثلا سينود مثلا الاوتبوت بتاعي مثلا 1 1 هتبقى انت عارف تقول لي الانبوت كان ايه تمام فدي الفكره بتاعتك فلو انا وان مابينج مفيش انفورميشن لوست ما فيش انفورميشن لوست انا لو شلت لكن لو انت بتتكلم مثلا انا شلت الواي انا كده حصل انفورميشن لوست وانا بمعلوميه الانبوت مش هقدر اتكلم على الاوتبوت وهندخل برده الريفرسبل جيتس هنتكلم عنها بالتفصيل جدا بقى ومعناها وكده يوم الخميس ان شاء الله ان شاء الله شكرا كده اوكي لا حد تاني عنده سؤال اعتقد انا مش شايفه حد تاني كده فادي دكتور كنت عاوز اسال هل في ريسورس مثلا ممكن يبقى فيه مسائل على الحاجات دي مثلا واكسرسايزز بحيث ان او مور اكسبلانيشن وديتيلز ما فيش مشكله هو في بوكس يعني بتتكلم عن الكوانتم جيس ممكن نرفعها لكم ان شاء الله النهارده كمان في خلال اللاب هناخد بقى ازاي ان انا اعمل امبلمنتيشن للجيت دي على شكل على كيسكت وهنتكلم وهتبقى بالتفاصيل يعني فما تقلقوش خالص هنتدرب عليها اكتر يعني نعم ايوه مين تاني في حد تاني احمد سالت صح خلاص انا كده مش شايفه حد نورهان شايفه حد تاني ولا خلاص وفي قدامي يا دكتور حسام العزب بس انا مش عارف افك الميوت عليه يعني الكنترول عندي راح مش شايفه حسام اصلا هو مش باين عندي اصلا هو باين عندي بس مش عارف مش عارف فك الميوت يعني طب كريم انت شايفه لا حضرتك مش شايفه لا طيب. بس هو في حد تاني غيره اوريدي رفع ايده
ثانيه واحده كده. اتفضل حضرتك. هو انا الريفرسابيلتي مفهومه ان الانبوت بيودي الاوتبوت، انا مسموعه كده تمام؟ تمام سامعك اتفضل. تمام بس هي برضو اكسباندنج اللي احمد كان بيقوله، هو الاوتبوت اللي هو الكنترولر ما ينفعش مثلا ما يبقاش ريدابل في الحته بتاعت التارجت، يعني مثلا ادخله في تيوب تانية، او ان انا يعني مش لو خلصت منه ان انا اعمل اوبريشن عليه بعد ما اريد التارجت. يعني انا خلاص انا بالنسبه لي عايز اريد التارجت ودوت المهم بالنسبه لي، والكنترولر برضو مهم عشان اريفرس الحاجه، بس لو عملت عليه اي اوبريشن تانية بعد ما عملت ريد للتارجت او ميجرمنت، وانا مش عارف ده اصلا ابليكابل ولا لا، ان انا اعرف انا ما احنا لما انا هعمل سيركت عندي السيركت مش يعني مثلا في جيت اشتغل على 2 كيوبت، جيت تاني مثلا زي مثلا كان توفلي جيت، بعديها استخدمت سي نوت جيت، فالسي نوت جيت اشتغل على بدل 3 كيوبت اشتغل على 2 كيوبت اللي هما كانوا التارجت بتاعتي، زي ما احنا شفنا في البيرس جيت كده، اشتغلت كان سي نوت وبعديها اشتغلت قصدي توفلي جيت وبعديها سي نوت جيت. فعادي انا ممكن الكنترولرز بتوعي بعد كده اشتغل عليهم، بس هي الفكره ان انا لو مشيت السيركت عندي بالعكس، لو انا برضو جيت قلت لك ان ده الاوتبوت بتاعي، فانت تقدر ان انت تريفرس السيركت، هتعرف ان انا في الاول طبقت السي نوت ده، طب هعمل هطبقه تاني وبعدين ارجع تاني اطبق التوفلي جيت في حاجات برضو نفس الانبوت اللي انا دخلته. فعشان كده لازم السيركت كلها تبقى ريفرسبل، يعني الانبوتس اللي داخل للسيركت بيساوي عدد الاوتبوت اللي طالع من السيركت كلها. تمام ده انا فهمته. طب ممكن يعني الاكسباند دوت، هل الريفرسابيلتي ديت كابلكيشن موجوده في السوق، او ان احنا بنحتاجها دلوقتي في الجوريزمز مطلوبه جدا، وان احنا مش عايزين نتخلص منها، او دي فيتشر مهمه في الكوانتم فعشان كده احنا شايفينها مهمه جدا ومش عايزين نعمل اي سيركت تلخبط دوت او حاجه زي كده ولا ايوه؟ ما هي الفكره انا مش عايزه اجيت لوس للديتا، يعني انا عايزه ان انا تبقى ما فيش يعني فكره الميزه بتاعت الكوانتم ان انا ما بيحصلش اي لوس للديتا بتاعتي، فريفرسابيلتي هي اللي حفظت لي الفكره دي ان انا ما فيش اي لوس للديتا بتاعتي، ان انا معلوميه الانبوت اجيت الاوتبوت ومعلوميه الاوتبوت اقدر اجيت الانبوت، فانا حفظت الديتا بتاعتي. لكن لو انا ما كنتش عاملاها ريفرسابل انا ما اقدرش ان انا انتقل بالشكل ده، انا هيبقى في عندي لوس اوف ديتا. تمام. ممكن نرجع طيب لاي سيركت من السيركتس عشان انا متلخبط، بس وانا بريد الاوتبوت مش عارف هو يعني بقرا من انهي واير، يعني انا متخيل ان هي برضو ملخبطاني اللوجيك جيتس ان انا بقرا من التو وايرز، فانا عايز اجمع التو وايرز عشان اقرا الاوتبوت، فاللي هو الكنترولر ملخبطني. طب انا هقرا من الواير واحد بس ولا اقرا من التو وايرز او الثلاثه وايرز؟ يعني مثلا السيركت دي عندنا اكس X0 X1 X2 تمام. فانا بعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي اول حاجه بطبق الايه، بطبق التوفلي جيت. التوفلي جيت عنده ايه؟ عنده 2 كنترولر واحد تارجت. الكنترولر بتوعي اللي هم X0 وX2 تمام، والتارجت X1. فانا دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ حاجه بص على السيركت بتاعتي تمام بالشكل ده كده. فانا هبص امتى هيحصل الفليبنج للتارجت بتاعي؟ لو الكنترولر X0 وX2 هما الاثنين بقوا عندي بوان، فانا حاجه ابص كده فين الكيس اللي عندي X0 وX2 بوان. ادي هنا X0 وX2 بوان، دي الكيس بتاعتي تمام، ودي الكيس عندي برضو. فايه اللي هيحصل؟ وده المفروض ده التارجت بتاعي. فايه اللي هيحصل؟ هو هيعمل فليبنج للكيوبيت اللي في النص، فهنا التارجت هينزل زي ما هو، يعني هنا 1 نزل 1، هنا 0 دي سوري الكنترولر هينزل زي ما هو، التارجت الزيرو هيبقى 1 فبقى 1 تمام، وهنا التارجت ال1 هنا التارجت ال1 بقى 0 فبقى هنا ايه 0. بقيه الكيسز الثانيه اللي هم الاكس 0 والاكس 1 الاثنين مش ب1، يعني الاثنين ب0 او واحده منهم 0 والثانيه 1، ساعتها انا بعمل ايه؟ بنزل اكس 1 زي ما هي اللي هي التارجت بتاعي، بيفضل زي ما هو، لو كان 0 بيبقى 0 لو كان 1 بيبقى هو 1 تمام. بعد كده ده كله بقى الستيت دي كلها كده او الثري وايرز دولت بيبقى ده الانبوت للسي نوت جيت. يعني المره دي السي نوت جيت داخل لها بقى مش داخل لها اكس 0 اكس 1 اكس 2، لا داخل لها الاوتبوت بتاع التوفلي جيت تمام. فدلوقتي هي الكنترولر بتاعها هو الاكس 0 والتارجت بتاعتها كان قبل كده كنترولر في التوفلي جيت، التارجت بتاعت المره دي الاكس 2
الاكس 1 ما عملتش عليها حاجه فما فيش اي افكت عليها فهتنزل زي ما هي، والاكس 0 برده هتنزل زي ما هي انا ما عملتش عليها حاجه، بس انا محتاجه ابص لها بس ككنترولر هشوف ايه الكيسز اللي الاكس 0 عندي هنا بقى في الجزء، ايه الكيسز اللي الاكس 0 عندي ب1، دي الكيسز اللي الاكس 0 عندي ب1. طيب لما الاكس 0 عندي ب1 اعمل ايه، او اعمل ايه هنا، اعمل فليبنج للايه للثيرد كيوبيت، فهنا لما هنا كان 1 هنا كان ايه 0 فعمل لها فليب بقت 1، هنا 1 عمل لها فليب بقت 0، هنا 0 عمل لها فليب بقت 1، وهنا 1 عمل لها فليب بقت 0، والتارجت بتاعي والكيوبيت اللي ما عملتش عليها اي تاثير نزل زي ما هي، وبرده الكيوبيتس عندي اللي كان الكنترولر عندي ب 0 نزلت برده زي ما هي نوت افكت. تمام، فاحنا بنقرا الثلاثه وايرز واي 0 واي 1 واي 2. يعني انا طول الوقت السيركت اللي انا شغال عليها بشتغل على الانبوتس كلها، يعني انا داخل لي 3 وايرز هشتغل دايما على 3 وايرز، داخل لي 2 وايرز، يعني انا حتى لما جيت هنا كنت شغاله بس على ايه، يعني انا مثلا بعد ما خلصت الطفلي جيت في السي نوت اشتغلت بس على 2 وايرز اللي هي الاكس 0 والاكس 2، لكن الاكس 1 موجوده معايا، كل الحكايه ان هي هتبقى ان افكتد هتنزل زي ما هي كده من غير اي افكت عليها. بس هي ان افكتد بس موجوده في الاوتبوت، الاوتبوت لازم يترسم بيها. ايوه لازم تبقى موجوده في الاوتبوت بتاعي. تمام، شكرا جدا. اوكي، لا التاني عن السؤال. تمام، اوكي، انا بشكركم جدا يا شباب. اشوف باشمهندس كريم هتبدا معاهم ان شاء الله السيشن الجاي على امتى كده؟ لو 12 ونص يكونوا يعني استريحوا ووصلوا كده الظهر، هل ده مناسب؟ خلاص تمام يا شباب، خلاص ان شاء الله على 12 ونص ميعادنا على اللينك التاني بقى في السكيدجول اللي ببعت لكم. اوكي، شكرا دكتور لحضرتك. اوكي، شكرا يا كريم. اوكي، مع السلامه.